كلنا شباب، اللي بقى موجود جوه الميتنج يريز هاند كده زي كده. خلاص تمام، ننزله اليكم. شوف بقى اللي احنا قلناه قبل البريك، السكرين مش كويس، انا نسيت اعمل شير سكرين. خلاص يا شباب ننزله اليكم. تمام، فين الشير سكرين؟ اهي تكاشف في السكرين. ها كده شايفين؟ تمام. تمام، نكمل. او كل اللي احنا قلناه قبل البريك، تمام، حوار ان انت لو عندك كاركتر فهو بيتخزن في 1 بايت بس، بياخد 1 بايت من الميموري. تمام، عندك انتجر بياخد 4 بايت، تمام، هو بيجي على الميموري ياخد منها 4 بايتس، اول 4 بايتس فاضيين. تمام، بالنسبه لك انت كجي سي، تمام، فهو بياخد الليست سيجنيفيكانت بت او الليست سيجنيفيكانت بايت يخزنها في اقل لوكيشن، الموست سيجنيفيكانت بايت يروح يخزنها في اكبر لوكيشن. تمام. طب تعالى نتاكد ان الكلام ده صح، او تعالى نشرح حاجه تانية احسن برضه. تمام، لما انا كنت بروح اقول char asterisk pointer to character، تمام، انا قلت لكم معناها ان هو بيروح يشاور على داتا تايب نوع character. حصل للاسف، يعني انا ضحكت عليك سنه بسيطه في الحته دي. هو مش بيروح يشاور على داتا تايب نوع كاركتر، لا، هو انت لما بتروح تحط له ادرس معين 0x مثلا 20، تمام، فهو بيجي جوه الميموري يروح يشاور على بايت عند 0x 20، يعني يروح يشاور لك على اللوكيشن ده بس. جميل جميل. طب لو جينا قلنا انتجر استريك بوينتر تو انتر، رحت قلت لك ان هو بيساوي 0x 21، تمام، فهو بيعمل ايه؟ هو بيروح يشاور على 4 بايت بيبداوا ب 0x 21، يعني هو بيروح يشاور على اللوكيشن 0x 21 0x 22 0x 23 0x 24، فهو في الحقيقة بيروح يشاور على الأربعة بايت دولت، تمام، اللي بيبدأوا بزيرو إكس واحد وعشرين. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. طب أنا هستخدم حاجة زي ديت في إيه؟ لو أنا رحت قلت انتجر إكس يساوي 0x a a b b c c d d. لذيذ لذيذ. تمام، هل ممكن اروح اشاور على x بالبوينتر تو كاركتر اللي انا رحت عملته فوق؟ هو ده ممكن عادي. طب ايه ساعتها بقى اللي هيحصل؟ لو انا رحت قلت ان pointer to character يساوي الادرس بتاع الاكس، والاكس راح تخزن لي هنا بالمنظر ده، تمام، فهو هيروح يشاور على اللوكيشن ده بس اللي فيه الدي بس. ولو انا رحت عملت استريك بوينتر تو كاركتر، ده بالنسبه لي هيرجع لي الدي دي بس.
حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. طب لو رحت قلت pointer to character بيساوي 0x23، حد يفتح المايك ويقول لي انا بشاور على انهي ادرس؟ ولو انا عملت asterisk point to character هيرجع لي كام؟ ارجع بي بي هيرجع بي بي. ليه؟ لان هو مشاور على 0x23، وبما ان هو كاركتر فهو هياخد واحد بيض بس. بالظبط. حد يا شباب عنده مشكلة في الحتة دي؟ تمام. طب تعالى يا عم نجرب الكلام ده على الاي دي عشان شكلك بتكذب. تمام. هنقول انتجر اكس، او بلاش يا عم اكس، هنقول ان انتجر اي تمام يساوي 0x AA BB CC DD. لذيذ. جيت عملت شور أسترك pointer to character، قلت ان هو بيساوي أسترك ال i. تمام. جيت عملت برنت اف ليه أسترك اكس عشان يطبع لي بالهكسة ال i. شوف كده هيطبع لنا ايه. هو راح طبعا المكان ده كله، انا طابع ال i. تمام. انا عايز اطبع استريك بوينتر تو كاركتر. اس اس دي دي هو طابع ايه؟ استنى. طب هل ديت شورت هل ديت اكس؟ تمام. هو يا شباب هو راح طبع تمام 8 بايت، 4 بايت سوري. تمام. دول قيم دامي موجودة عندي ماشي، وفي الآخر راح طبع الدي دي اللي هو موجود هنا. تمام. يعني أنا لو جيت غيرت ديت مثلا لـ AA تمام، وجربت إن أنا أعمل برنت أهو. تمام. تمام. طب خليه انسايند كده، unsigned انهي واحدة؟ انسايند كراكت. ملهاش علاقة، بس هنجرب. ملهاش علاقة، هو ال x بيروح يطبع 4 بايت تقريبا. هو تمام. الفكرة بس عشان الكاركتر 1 بايت فالرينج بتاعه صغير جدا، ف AA دي ممكن تعدي الرينج، فممكن يكون بيطبع غلط عشان كده. هو راح طبع ال AA وبعد كده طبع FF، فممكن تكون بتعدي ال بتعدي الرينج فعلا، بتعدي الرينج. تمام. فهو راح طبع هنا ال AA. فلو جينا مثلا خلينا هي دي دي، فهو راح طبع ال دي دي عادي. تمام. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ هو فعلا بيحصل هنا اوفر فلو. هو مش المفروض يطبع سي سي اصلا؟ لا لا خلاص معلش، دي لا تعالى اهي، انا كتبت لك نفس الرقم، يعني انا اتعمدت ان انا اكتب نفس الرقم اهو. فالدي دي متخزنه في اول مكان. تمام. 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 حد عنده مشكله يا شباب؟ عيد الحته ديت طبعا عشان اللخبطه بتاعت الانسايند تشور. حد عايز نعيدها؟ تمام. بوينتر اريثماتيك
بص يا معلم، انت كبوينتر فانت مسموح لك ان انت تعمل حبة اوبريشنز بسيطة قوي عليه. يعني انت مسموح لك ان انت تستخدم معاه بس البلس والماينس، مينفعش تستخدم ملتبلاي، مينفعش تستخدم ديفايد، مينفعش تستخدم البرسنتج، الكلام ده كله ممنوع. تمام، بلس وماينس بس، كمان الانكريمنت والديكريمنت مسموحين بالنسبة لك عادي. تمام. طب انت لما بتعمل بوينتر بلس رقم ايه اللي بيحصل؟ تمام، تعال نشوف. مثلا عندنا بوينتر تو كاركتر اسمه سي مثلا، تمام، بيساوي ادرس 0x20. انت جيت عملت سي ده بلس بلس، فهتلاقي ان هو بيزيد بايت واحد، تلاقي ان السي ده بقى بيساوي عندك 0x21، يعني السي بدل ما كان هنا هو اصبح هنا. تمام. طب لو جينا مثلا قلنا شورت استريك اكس زي ما مكتوب هنا بيساوي 0x20، تمام، يعني هو بيشاور على الاتنين بايت دول. جيت عملت اكس بلس ايكوال 3، فالاكس هيزيد ب 3 لوكيشن. تمام، اللوكيشن بالنسبة للكاركتر ايه؟ هو كان بايت، فكان ساعتها الادرس بتاعه بينكرمنت بواحد. تمام. طب بالنسبة للشورت، شورت بالنسبة له هو 2 بايت، اللوكيشن بالنسبة له 2 بايت. تمام، فهو هيزيد 3 لوكيشنز، هيجي على اول لوكيشن ده هيعديه، تاني لوكيشن ده هيعديه. تمام، يعني هو كان واقف عند 0x20 اهو. تعال نجربها على الاي دي. تمام، تعال يا عم نشوف اهو، شورت استريك اي. تمام، وجيت عملت برنت اف لي استريك اكس او استريك بي دي الاي، بعد كده رحت عملت اي بلس بلس. تمام، بعد كده رحت عملت برنت اف لي استريك البي للاي، هنشوف ايه اللي هيحصل. تعالى ناخد هنا باك سلاش ان، وناخد هنا باك سلاش ان، نشوف ايه اللي هيحصل، ونكومنت الليلة اللي فوق دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الو، تمام، قال لك ان الاي الاول كان موجود في ادرس زيرو. تمام، لما انت عملت له انكريمنت هو زاد ب2. تمام، طب ليه؟ لان الاي بوينتر تو شورت، الحجم بتاعه 2 بايت، فهو بينكرمنت بالحجم بتاعه. تمام، بمعنى ان انت لو جيت قلت اي ايكوال اي بلس ان، تمام، فالادرس بتاع الاي هتلاقيه بيزيد. تمام، بي ان تايمز السايز بتاع الداتا تايب اللي هو بيشاور عليه، اللي هو الشورت، اللي هو باختصار اللوكيشنز اللي هو بيشاور عليه. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. طب بالنسبة لو انتجر، لو انا عندي مثلا، حد يفتح المايك ويجاوبني. لو انا عندي انتجر اكس كان عند ادرس 0x2 مثلا، تمام، جيت انا عملت اكس بلس بلس، اكس بالنسبة لي هيكون موجود عند ادرس كام؟ هيزيد ب4 يبقى 0x6. بالظبط كده. تمام، شباب لو حد عنده مشكلة يفتح المايك ويقول لي. تمام، طب اللي ما عندوش مشكلة يريز هاند كده، اتأكد ان انتوا تمام.
طب الحمد لله. وسبتراكت نفس القصة، هو بيقل بعدد لوكيشنز معايا، يعني هو لو كان موجود هنا تمام هو شايل اللوكيشن ده، جيت عملت له مثلا اكس ماينس ماينس، ده كان شورت، فهتلاقي ان هو بيروح يشاور اللوكيشن ده، هتلاقيه قيمته ب 24 بس كده تمام. تعالوا بقى زي ما وعدتك نلعب في البوينتر، نلعب في الاري. تعالى هنقول integer arr 10، وهنقول ان ده بيساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام، او خليه بالانديسيز ما علينا اي ارقام يعني تمام. تعالى نعمل integer asterisk pointer to integer، خليه ان هو بيساوي الاري تمام. تعالى بقى نجرب ان احنا نطبع الاري كله عادي، نطبع الاري كله بالبوينتر تمام، نغير ان انكريمنت الفاليوز اللي موجوده جوه الاري عادي، وانكريمنت الفاليوز اللي موجوده جوه الاري بالبوينتر تمام، عشان انا عملت معاك كل حاجه. هنجرب هنا نعمل برنت اري تمام، فهنعمل فور انتجر اي ايكوال 0 i smaller than 10 i plus plus. نجرب هنا نعمل له برنت اف عشان بس نعرف احنا موجودين فين. using array and backslash n، هنا نعمل برنت اف مسافة او asterisk دي مسافة ل array of i تمام. تمام تعالى بقى نجرب ان احنا نطبعه بالبوينتر. ممكن حد يفكر معايا مثلا هنعمله ازاي؟ او خلينا انا اعملها. ممكن ندي للبوينتر عنوان اول عنصر في الاري، ادنا وبعد كده اول عنصر اعمل انكريمنت للبوينتر واقول له اطبع لي، كل ما تعمل انكريمنت اطبع بقى. يعني اعمل بي تي او اي بلس بلس هنا واطبع هنا استريك بي تي او اي صح، بس اديله الاول عنوان اول عنصر. خده في الأول هنا تمام. تمام تمام طب هنا أنا عملت إيه؟ والله أنا رحت قلت للأري للبوينتر روح شاور لي على أول أدرس للأري تمام. يعني لو كان الأري عندك موجود 0x00 فأنا خليت الأري البوينتر يشاور على 0x00 تمام، ده في الأول خالص. بعد كده جيت هنا اول لوب خالص البي تي او اي في 0x00 تمام، رحت طبعت القيمه اللي موجوده جوه بي تي او اي تمام، بعد كده عملت لها انكريمنت، فبقى بيشاور على كام؟ على 0x04 اللي هو بالنسبه لي اي ار ار اوف 1 تمام. بعد كده رجعت فهو بيساوي هنا 0x04، طبعته طبع لي اي ار ار 1، عملت له انكريمنت فزاد ب 4 بقى 0x08 اللي هو ARR اوف 2 وهكذا. تعال نجرب بس نشوف دي شغالة ولا لأ. اهي استنى بس عشان شكلها مش واضح، بحاول اوضحها لكم. اهي using الاري طبعهولي اهو pointer to array طبعهولي عادي. لا ايه ده، ان انا قدرت امشي على الاري عادي؟ اه قدرت امشي عليه باستخدام بوينتر، بوينتر حقير انا ماشي جواه عمال اريد القيم اللي جوه الاري واطبعها عادي، ما عنديش اي مشكله تمام. تمام
طب تعالى بقى نجرب ان احنا نعملها بسنتكس تاني. انت كده كده بتعمله انكريمنت كل مرة بكام؟ بأي. طب معلش انا استفدت ايه؟ ايه؟ انا ممكن اعمله اري، ما استفدت ايه لما هقولك اعمله بالبايثون؟ هقولك كنت جاي لك فيها، استنى عليا بس 5 دقايق. ماشي؟ 5 دقايق واقول لك انا تمام استفدت ايه. تمام ماشي؟ تمام. انا كل مره بزود المكان بتاع البي تي او اي ده باي. اول مره انا عملت له انكريمنت بصفر، خليته في نفس اللوكيشن اللي هو فيه. تاني مره عملت له انكريمنت بواحد عشان اطبع اي ار ار وفي واحد. تاني مره عملت له انكريمنت باتنين عشان اطبع اي ار ار وفي اتنين. صح؟ حد مجمع معايا بس دي؟ تعالى اشرحها لك تاني. تمام. عشان لو حد مش مجمع اطلع لكم سلايدايه هنا. بص، انت في الاول اهو بي تي او اي كان بيساوي عندك 0 اكس 2 0. ماشي؟ فانا بعمل هنا برنت اف لاسترك دي بي تي او اي، تمام، بلس الاي، وحطيت هنا استرك. طب انا هنا بعمل ايه؟ اول انا كنت بلوب هنا اي ايكوال صفر، اي سمولر ذان السايز اللي هو كان 10، تمام، اي بلس بلس. فاللي انا بعمله ايه؟ انا في الاول هنا كنت الاي بصفر، فالبي تي او اي ده ثابت مكان عند الزيرو اكس 20، تمام. تاني مره قيمه الاي بواحد، فهيروح للوكيشن اللي بعده اللي هو 0x 2 4. تاني مره قيمه الاي ب 2، فهيروح اللوكيشن اللي بعده اللي هو 0x 2 8. ده بالنسبه لي اللي هو كان بتاع اي ار ار اوف 0، دي اي ار ار اوف 1، دي اي ار ار اوف 2. فانا شايف انا بزوده بالاندكس، انت فاهم؟ اللي فاهم يا شباب يعمل كده ريز هاند، اتاكد ان انتوا فاهمين كلكم. طب خلاص نزله ايديكم، لو اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم ايه بالظبط، اعيدها له تاني. طب تمام، تعالى نعيدها تاني. انا الاري عندي اهو، تمام، ده بادئ عند 0x 20، ده 0x 24، ده 0x 28، تمام. ده متخزن عندي ARR of 0، ARR of 1، ARR of 2، تمام. فانا لما جيت قلت ان البوينتر بيساوي 0x 0 2 0، جيت انا زودت عليه 1 بقى جالي هنا، فطبع لي 0x 2 4، زودت عليه 2 جالي هنا. فانا حرفيا انا بمشي بالكاونتر كل شويه، بزود عليه 1، ازود عليه 2، ازود عليه 3، لحد ما اوصل للاري كله، تمام. تمام، فده اللي انا عملته هنا. وخليك فاكر اللي كان بيسأل انا استفدت ايه، ان انا جيت هنا عرفت ان انا اعمل بي تي او اي بلس بلس عادي، ما غيرتش اي حاجه، ما حصليش اي حاجه، والدنيا اشتغلت وما كانش فيها مشكله. فخليك فاكر حاجه زي كده، تمام. تعالى نزود على القيم بتاعت الاري بتاعتك واحد بالبوينتر، تمام. تمام، انا عايز اعمله انكرمنت، فانا عندي اتنين اوبشنز، يا اما هقول اي ار ار اوف اي، تمام، بلس بلس، يا اما هقول ان بي تي او اي اوف الاي بلس بلس. بس علشان ما تخشش في الحته بتاعه
انهي عنده بريوريتي اعلى وكده، حط الاثنين دول كده بين اقواس. تمام، تعال نكومنت دي، شوف دي هتشتغل ولا لا. كده اللي هو هيعمله هنا ايه، هو هياخد الاليمنت يعمل له انكريمنت ويطبعه لي. تمام، تعال كده نشوف هيعمل ايه. بيلد اهو، صفر بقى واحد، واحد بقى اتنين، اتنين بقى تلاتة، تلاتة بقت أربعة، عادي ما عنديش مشكلة. تمام، طب تعالى بقى علشان حتة البريوريتي، شوف لو أنا ما حطيتش الأقواس إيه اللي هيحصل. invalid increment لازم أقواس. تمام، بس كده. تعال بقى نجرب حاجة كمان، ان انا هعمل increment للبوينتر تحت. تمام، الطريقة اللي زميلكم قالها في الاول، و increment استرك البوينتر، شوف ايه اللي هيحصل. بيطبع له كام garbage. دي تمام، نجرب هنا. بيطبع له كام garbage ليه؟ بص، جه هو هنا الواحد، هو حرفيا عمل increment للوكيشن بتاعه، فراح جاب دي. تمام، بعد كده جه تاني، هو عمل increment للوكيشن بتاعه، فراح جاب دي حطها هنا. كده راح عمل increment للوكيشن بتاعه، فراح جاب دي حطها هنا. راح عمل increment اللوكيشن بتاعه، فراح جاب دي حطها هنا. دي عمل increment، راح جاب دي حطها هنا. فهو حرفيا استريك بي تي او اي بلس بلس هي بتعمل لك increment تو اللوكيشن. يعني انت هنا بيحصل لك increment اللوكيشن مرتين، فعلشان كده لازم تحط الاقواس. تمام، فانت بالنسبه لك استريك بي تي او اي بلس بلس هي هي بي تي او اي بلس بلس. تمام، دي بتروح تعمل لك انكريمنت للوكيشن، بعد كده ترجع لك القيمه. دي بتروح تعمل لك انكريمنت للوكيشن بس، فالاتنين دول كده يعتبر شبه بعض. اللي فهمها يهرز هاند. معلش هذا تاني. تمام، نعيدها تاني. بص يا معلم، البريوريتي بتاعت البلس بلس اعلى من البريوريتي بتاعت الاستك. تمام، تعالى نشتغل على السلايدات. افتح المايك بس وخليك معايا. تمام، البريوريتي بتاعت الاستريك تمام اقل من البريوريتي بتاعت البلس بلس. لذيذ. فلما انت بتروح تقول له استريك بي تي او اي بلس بلس، حرفيا اللي هو بيروح يعمله بيروح ينكريمنت على اللوكيشن بتاع البي تي او اي ويرجع لك القيمه اللي جواه. تمام، بمعنى خليها دلوقتي استريك بلس بلس بي تي او اي. انا غيرت حاجه هنا؟ ما غيرتش حاجه، الاثنين زي بعض. تمام، جيت قلت ان اكس بيساوي ده. تمام، فهو ايه اللي هو هيروح يعمله؟ لو بي تي او اي ده مثلا سي كان بوينتر تو كاركتر بيشاور على اللوكيشن ده، فهو هيروح يعمل له انكريمنت يجيبه على اللوكيشن ده. لو هنا كان في اي اي، هنا كان في بي بي. تمام، فهو هيروح انكريمنت بي تي او اي يجيبه على اللوكيشن ده، وبعد كده يرجع لك القيمه اللي موجوده جوه اللوكيشن ده. فهو حرفيا هيرجع لك القيمه اللي موجوده جوه 0 اكس 21 بس، احترق جوه اكس. طب معلش تمام، دلوقتي استرك بي تي او اي دي ماشي، المفروض بتشاور على اول عنصر في الاري، صح تعال ولا غلط؟ ارجع للكود. يعني
تمام، ارجع الكوب. تعال اهو. كانت بتشاور على هنا كانت بتشاور على اول عنصر في الاري، تمام؟ هي بشكل عام الاستريك بي تي او اي بتشاور على اول عنصر. بتشاور على اول عنصر. رحت انا انا عملت عملت لها انكريمنت، في ايه اللي حصل؟ المفروض اول عنصر يزيد واحد. فبقت تشاور على تاني عنصر، اللي هو بقى اللي هو الكام بالنسبة لي؟ الواحد اهو، راحت طبعت الواحد عادي. هي مش فكرة بتشاور على أنهي واحد، أنا بتكلم على أول عنصر بشكل عام اللي هو الزيرو. تمام. أنا طلبت دلوقتي ان عملت له انكريمنت بقى واحد، ما عملتش ملوش علاقة انكريمنت، بالواحد اللي بعده. ما عملتش انكريمنت. عملت إيه طيب؟ هقول لك، انت عملت بيعمل انكريمنت انكريمنت للوكيشن صح؟ للوكيشن، عملت انكريمنت للوكيشن بتاعك، لكن الفاليو اللي جوه فضلت ثابته. طب بص، ديت انت عارف انت اكنك عملت ايه؟ استريك بي تي او اي بلس بلس كده. فهو هنا بيروح يعمل انكريمنت للوكيشن، بعد كده يرجع لك القيمه اللي جوه اللوكيشن اللي عمل له انكريمنت. ممكن تغير الأرقام؟ اللي انت عايزه. هتبقى هي هي والله. استنى يا عم، 10 وادي 20. لا، خلي ديت صفر زي ما هي عشان ما نقعدش نكتب. 20 30 40 50 60 70 80 90. خدت بالك بقى اللي انا بتكلم فيه؟ استنى، طب انا هراجع الحته دي واقول لك عليه. بس هو ما بيعملش انكريمنت للبتاع. طب استنى اقول لك على حاجه. استنى انا اقول لك على حاجه، انا كنت كاتبها. ايوه يا عم، زي ما انا بقول لك، زي ما انا بقول لك والله، هو بيعمل انكريمنت للبوينتر، بعد كده يرجع لك القيمه. طب هو ازاي هنا اداني واحد؟ المفروض كان يديني 10. استنى، ما انا بص انا عامل ايه هنا. اهي دورني اهو، 10 30 50. انا كنت غلطان هنا، كنت عامل الاقوس بس ما خدتش بالي منها. 50 70 90، بعد كده بدأ يجيب لك كام جاربج. اهو ال10 اهي، 30 اهي، 50 اهي. بص انت ملخبطاك، بص اهي انت ملخبطاك دي، صح؟ تعالى نعمل كده. لا انا دي تمام معايا، انا بتكلم ايه الفرق ما بين استرك بي تي او اي وبي تي او اي بلس بلس؟ استريك بي تي او اي وبي تي او اي بلس بلس، صح؟ لا ده يعني الاثنين دول بشكل عام. انا اقول لك ما انا قلت لك يا ابني الفرق ايه. بص الفرق ان ديت بترجع لك القيمة، واحدة بترجع لك القيمة بعد ما تعمل انكريمنت، واحدة بتعمل انكريمنت بس. فاهم؟ تمام ماشي تمام. يعني انت بص اهو ديت كده، هو هيروح يعمل انكريمنت للوكيشن. لو بي تي او اي كان في 0 اكس 20، تمام؟ راح عمل انكريمنت فبقى في 0 اكس 21. انا بتكلم هنا على البوينتر تو كاركتر، تمام؟ الاستريك دي هي بتقول لك هات لي بقى القيمه اللي جوه اللي موجوده هنا. يعني انت هنا اكنك بتقول استريك 0 اكس 20 زائد 1، يعني اكنك بتقول استريك 0 اكس 21. طب ليه هنا هو ما عملش انكريمنت او اي حاجه او ما رجعش؟ انا كده كده انا بقول له استريك بي تي او اي بلس بلس. انا خدت الاستريك دي في حته انا ما استخدمتهاش، لو انا جيت مسحتها هي هي، انا ما استخدمتهاش. لكن مثلا يا عم انا هقول لك على حاجه حلوه اهو. اكس بيساوي الفاليو دي، تمام؟ تعالى نعرف اكس فوق. شوف هيطلع لنا ايه. بيلد رن، طلع لك الاري اهو. فهو خد كل قيمة من الأري وخزنها هنا، بعد كده عمل انكريمنت. يعني هو خد القيمة الموجودة جوه قدر الزيرو علشان الأستريك، خزنها هنا
وبعد كده عمل انكريمنت. بص، هو اللي ملخبطاني بس فكرة الاسترك دي، ان هي قيمة مش ادرس. فتمام، انا ممكن ابقى عادي الفيديو لا تاني ما عشان الوقت، بيعمل، بس ما انا الفيديو كده بقول لك هو ما وقت تاني. بيعملش، هو هنا ما بيعملش انكريمنت للقيمة عشان نبقى متفقين. هو انا اللي فاهمه ان هو بيعمل انكريمنت القيمة، بس مش مشكلة هبقى لا اشوف ما الدنيا. بيعملش انكريمنت للقيمة، هنا بيعمل انكريمنت للادرس. تمام تمام، ماشي. عشان نبقى عارفين يعني، خلي بالك عشان بتصير كتير برضه. هنا بيعمل انكريمنت للقيمة للادرس، ما بيعملش انكريمنت للقيمة. عايز تعمل انكريمنت للقيمة، فساعتها بتقول استريك بي تي او اي بين اقواس بلس بلس، ساعتها هو يروح يعمل لك انكريمنت للقيمة. تمام. تمام، ماشي. بس هو كان في لاب ان احنا نعمل برنت للاري، احنا كده كده عملناه. تمام. بعد كده بقى هنبدأ اخر حاجة يعني، هو بس يا شباب معلش انا عارف ان انا طولت، هو 10 دقايق بس هنخلص. بوينتر تو بوينتر. تمام. بص انت عندك البوينتر هو بيتخزن جواه ادرس، بس هو في حد ذاته هو مكان موجود عندك جوه الميموري متخزن فيه ادرس، وهو ليه ادرس يعني، هو يعتبر اللي متخزنه جواه دي بالنسبه لك هي فاليو، بس هو ليه ادرس عادي. يعني لو جينا هنا مثلا عشان تقتنع، جينا عملنا انتجر استريك اكس. تمام. جينا عملنا برنت اف ليه استريك بوينتر لاند الاكس، هيطبع لك ادرس عادي اهو، طبع ادرس ليه. انت عندك بالنسبه لك البوينتر ده علبه، تمام، هو متخزن جواها ادرس، بس هي العلبه ديت ليها مكان جوه الميموري، تمام، متخزنه فيه. تمام. المكان ده بقى انا بخزنه فين؟ يعني هو مثلا قلنا هي تخزنه في 0x1، المكان ده بيتخزن في حاجه اسمها بوينتر تو بوينتر، يعني بوينتر بيشاور لك على بوينتر، بوينتر العادي ده بيشاور لك على فاليو. تمام. يعني هنا دوت مثلا عندك اهيت، ده فاليو 10، تمام، متخزنه في ادرس 1000، فجيت انا عملت بوينتر عادي، تمام، خزنت جواه ادرس 1000 اللي هو بتاع دي، والبوينتر ده متخزن في ادرس 2000. تمام. فجيت عملت انا بوينتر تو بوينتر بيشاور على ال 2000 دي، فهو متخزن جواه ال 2000 وبرده ده ليه ادرس. اي حاجه بتتخزن عندك جوه الميموري فهي ليها ادرس عشان نبقى متفقين. تمام. طب انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه عشان اتعامل مع الاثنين دايمنشنال اري، تو دايمنشنال اري، وفي نفس الوقت لو انا عايز اباصي بوينتر لفانكشن باي ريفرنس. تمام. انت لما بتيجي تعمل فانكشن، احنا جينا عملنا الفانكشن بتاعت السواب اهي، فانت كنت بتبعت جواها بوينتر اكس بوينتر واي، انت لو جيت تغير الادرس بتاع الاكس بالادرس بتاع الواي مش هينفع، لازم تبعت الاثنين دولت كشكل بوينتر تو بوينتر علشان تعرف تعمل سواب للادرس بتاعه. تمام. تعال بقى نلعب شويه بالبوينتر تو بوينتر. الاول احنا بنعرفه ازاي، انت عملت بوينتر، تمام، عايز تعمل بوينتر تو بوينتر، عايز ترقيه، فهترقيه ازاي؟ طب انت تحط استريك قبلها، بس كده انا حطيت اتنين استريك، ده بقى بوينتر تو بوينتر. تمام. وبرضه ليه ادرس جوه الميموري، لو جينا نطبع الادرس بتاعه طلع لك ادرس عادي جدا. تمام. تعالى بقى نشاور بالبوينتر تو بوينتر ده على بوينتر، فتعالى نعمل هنا ده بوينتر تو بوينتر، ونعمل بوينتر تو انتجر، ونعمل فاريبل عادي انتجر ساوي 3. تمام. انا دلوقتي عايز اخلي
البوينتر تو انتجر ده يشاور على الاكس عادي. هقول بوينتر تو انتجر بيساوي اكس. لذيذ لذيذ عند الاكس. طب انا عايز اخلي البوينتر تو بوينتر ده يشاور على بوينتر تو انتجر، تمام؟ بوينتر تو انتجر بالنسبه لي كان عباره عن علبه نخزن جواها الادرس بتاع الاكس، تمام؟ ده البوينتر تو انتجر. فلما انا باجي اقول بوينتر تو انتجر هو بيرجعني الادرس بتاع الاكس، انا عايز اجيب الادرس بتاع دي، فاعمل ايه؟ حط قبلها اي علبه عايز تجيب الادرس بتاعها تحط جواها قبلها، عايز تجيب اللي جواها معاك الادرس بتحط استريك بس. فهاجي هنا اعمل قبلها اند بس. فلو جينا مثلا نعمل برنت اف لي استريك، بي ماكس سلاش ام، نعمل برنت للادرس بتاع الاكس، تمام؟ ونعمل هنا برنت برضو للبوينتر تو انتجر، وتعالى نطبع الادرس بتاع البوينتر تو انتجر ونطبع اللي موجود جوه البوينتر تو بوينتر، هنشوف هيطلع لنا ايه. معلش نعمل هنا كومنت مش محتاج دي. فجاي هنا طبعا لنا الادرس بتاع الاكس، طبعا لنا الادرس المتخزن جوه البوينتر تو انتجر، تمام؟ طبعا لنا الادرس بتاع البوينتر تو انتجر، طلع لنا الادرس اللي بيشاور عليه البوينتر تو بوينتر، تمام؟ فانا من جوه البوينتر تو بالبوينتر تو بوينتر ده اقدر اخلي البوينتر تو انتجر يشاور على مكان تاني. يعني لو جينا مثلا عملنا هنا واي بتساوي 4، تمام؟ وجينا قلنا بص تعالى واحدة واحدة، بوينتر تو بوينتر اهو اللي هو ده، تمام؟ هو متخزن جواه الادرس بتاع البوينتر العادي، تمام؟ فلو انا عايز اكسس بي تي ار 1 باستخدام بي تي ار 2 هعملها ازاي؟ حد عنده سواء اقتراح؟ بالادرس، سواء بالادرس بتاعه اللي هو يعني خلي بي تي ار 2 ده ايكوال اند بتاع البي تي ار 1. بالظبط، دي حاجة لو انا عايز احط الادرس ده جوه هنا. طب انا لو عايز اروح اعمل اكسس للادرس ده، يعني انا عايز اروح اجيب الالف دي، فكر كده لو حد جه في دماغه حاجه يفتح المايك ويقول. يعني هجيب قيمة يعني ولا هجيب الأدرس ولا هجيب إيه؟ عايز تجيب القيمه اللي متخزنه هنا، عايز تجيب الالف دي من بي تي ار 2. طب هقول ان البي قول تي ار 2 ايكوال اقول البي تي ار 2 ايكوال الاستريك بتاع البي تي ار 1. تمام كده، انا حطيت جوه البي تي ار 2 ال 2000. بص انا همسح لك الكلام ده عشان يبان اهو. بص اللي انت بتقول عليه ده كده انا حطيت جوه البي تي ار 2 ال 2، صح؟ انا عايز اجيب القيمه اللي جوه ال 2، يعني انا عايز اجيب ال 1000 يبقى استريك استريك بقى. استريك بي تي ار 2، صح؟ جبت ال 1000، صح؟ فانا بدل ما اقول بي تي ار 1 اقدر ان انا اقول استريك بي تي ار 2. اتنين دول زي بعض ولا لا؟ تمام. تمام. فلو انا عايز اغير المكان اللي بي تي ار 1 ده بيشاور عليه، هنا هو بيشاور على حاجه اسمها نم، فعادي ممكن من استريك بي تي ار 2 اقول ان هو بيساوي حاجه تانية، ان هو بيساوي مثلا اندريكس.
صح؟ بس كده. ولو انا مثلا اهو انا عايز اغير المكان اللي بي تي او واحد، لا سيبي سيبي، البي تي او واحد بيشاور عليه عادي، ممكن اقول استريك بوينتر تو بوينتر، بس دي بالعربي او القلم عربي، دي بوينتر تو بوينتر بيساوي مكان الوار، تمام؟ تعالى هات الكلام ده كده هنا، وتعالى نجرب ان احنا نطبع المكان بتاع الاكس والمكان المتخزن جواه بي تي او اي هنا، هنطبع مكان الاكس عند الاكس، وهنا نطبع بي تي او اي بيساوي كام، تمام؟ تعالى بالمرة نطبع مكان الواي، شوف ايه اللي حصل. اهو تخزن جوه البي تي او اي عادل عادي الادرس بتاع الواي، ما فيش مشكلة حصلت، تمام؟ تمام. طب انا لو عايز اجيب الحاجة اللي موجودة هنا المكان ده باستخدام البي تي او اي او بي تي ار اتنين، تمام؟ لما انا عملت استريك فانا نزلت وجبت الحاجة اللي موجودة جوه العلبة دي، فلو عملت استريك تاني فانا هقدر اجيب الحاجة اللي موجودة جوه العلبة دي، بمعنى ان ده الشكل عندي اهو، تقدر تقول ان هو عامل كده. هات لون تاني، تمام؟ فانت واقف هنا عايز تجيب الحاجة اللي موجودة جوه دي، لو بالنسبة لك 0 اكس مثلا هنا 20، دي متخزنة في 0 اكس 40، تمام؟ فده مثلا نقول ان ده هو بوينتر تو بوينتر، وده هو الاكس، وده هو البوينتر العادي بوينتر تو انتجر، تمام؟ فانت بالنسبه لك هنا البوينتر تو بوينتر هو متخزن جواه الادرس بتاع البي تي او اي، تمام؟ اللي هو ال 0 اكس 40، تمام؟ والبي تي او اي متخزن جواه الادرس بتاع الاكس اللي هو ال 0 اكس 20، تمام؟ والاكس هنقول ان هي متخزن جواها 4، تمام؟ فانت علشان تجيب بالبوينتر تو بوينتر الحاجه اللي موجوده جوه البوينتر العادي، تمام؟ فبتعمل استريك، فبالاستريك دي استريك بوينتر تو بوينتر هتجيب الحاجه المتخزنه جواها اللي هو ال 0 اكس 40، تمام؟ تعالى بقى انا عايز اجيب الحاجه اللي استنى، لا البوينتر تو بوينتر معلش هو اللي بيساوي 0 اكس 40، تمام؟ دي القيمه المتخزنه جوه البوينتر تو بوينتر، يعني انت عندك البوينتر تو بوينتر هنا معلش يا شباب 0 اكس 40، انا فصلت هو، طب استنوا ثانيه، هو في كام واحد فصل؟ اللي فصل كده يريز هاند. يا ابني والله احنا فاصلين من بدري بس خايفين نتكلم يعني سيش. عمرك تتكلم؟ لا لا كمل والله، يعني هنحاول نفهم. لا خلاص، طب نكمل الكلام ده السيشن الجاي، تمام؟ من اول بوينتر تو بوينتر ده، هشرحها لك من الاول، خلاص تمام، واللي في حته ما فهمهاش يقول لي عليها اشرحها له السيشن الجاي.
تمام. السيشن الجاي دي الجمعة صح؟ الجمعة، بس لازم تسجل تمام السيشن دي كويس قوي تمام ماشي ماشي، عشان اللي جاية كلها معتمدة عليها. في حاجات أنا كنت المفروض هقولها في السيشن ديت، في ناس سألتني عليها، في حد سألني عليها اللي هو الحتة بتاعة الأري دي، هقولها له في السيشن الجاي، بس هو يفكرني بس. ماشي، هو مين كان سألني عليها؟ انا اللي كنت بسأل عليك. خلاص ماشي، هقولها لك السيشن الجاي. خلاص اوكي، معلش عشان انا طولت عليكم السيشن دي. طب الـ attendance انزوم ونكتب هنا ولا ايه؟ لا انا هاخد الـ attendance بالشيت. تمام بس اسامينا متغيرة بس قشطة ماشي. يا عم استنى، بص انا حافظكم تقريبا. بس كده انا خدت، انا كده خدت الـ attendance. تمام ماشي استنوا ثانية واحدة بس، بس كده انا خدت الاكتب. عايزين تكتبوه في الشات احتياطي اكتبوه، بس انا قشطة انا حافظكم يعني، ومعظمكم كاتب اسم موبايل اللي انا مش عارفه يعني، اللي كاتب ثنائي انت و انت وعبد الفتاح بس وعارفكم. خلاص ماشي. خلاص قشطة. نليف نتابع بقى ولا ايه؟ ايه؟ نليف ولا نقعد شوية؟ كفاية كده يا ابني والله تعبني. خلاص يا عم السفر الجاي. ماشي، ماشي الأسايمنت هنزله لكم بكرة كمان برضه، بلاش النهارده. ماشي ماشي، يلا سلام.